هناخد الأول للصديقة إيمان من الأردن، بتبعت تقول لنا أيام الجامعة عندها سؤال، يعني يمكن ليها أو يمكن لحد تاني يهمها. أيام الجامعة كنت محتاجة قسط الفصل، وفي إنسان ساعدني ودفع عني للجامعة، وقت ما دفع قال لي لما يبقى معاكي فلوس ابقي رجعيهم. دلوقتي أنا اشتغلت وحاولت أردهم أكتر من مرة، وكان بيرفض ياخدهم، يقول لي أنا مش بحاجة للفلوس دلوقتي، شوفي حد محتاج أو طالب أو طالبة وادفعيهم عني. كويس؟ يعني ادفعيهم يعني مني. دلوقتي أنا ما دفعتش لحد أبدا، وكنت مستنية إنه يرضى ياخدهم. من مدة عرفت أنه توفاه الله، ماذا يترتب علي أن أفعل؟ أولا يترتب علي في هذه الحالة، أسأل الله جل وعلا أن يتغمد الفخيد بالرحمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قدم. واحد، عليه أن تستغفر له وأن تدعو له. اثنين، هذا المال لا يعد مالا موروثا، بل هو جعلها وكيلة فيه، فعليها في هذه الحالة أن تنفق هذا المال على طلاب، سواء كان طالب أو طالبة، ولو زادت لكان خيرا، وتجعله لهذا الرجل رحمة الله جل وعلا عليه. إن كان أولاده في حاجة إلى هذا المال وفيهم ما فيهم من الطلبة، فلتدفعه إليهم، ولا تخبر، وإن شاءت أن تخبرهم بأن هذا جميل أرده لأبيكم، وتخبرهم بما كان لأبيهم من فضل، فلتفعل هذا إن شاء الله تعالى.